فرقان حمید دی تلاوت واسطے سارے اس ادارے دے مدرس زینت القراء فخر القراء محترم قاری غلام محمد صاحب انہاں دی خدمت. الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى.
ذلك يوم الخلود.
واستغفره إنه كان تواباً.
علامہ